وانا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك احلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة مدوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك احلام. فيها العالم والمتعلم فيها الظالم يا عليل يا رزاق يا كريم يا صاحب الملك يا مالك الملك ارحمنا يا الله. طاهري يا طاهر طاهري طاهر طاهر يا كم ها الجبنة بكري اول حاجة ثلاث اديناك منه جبنة مزود. يلا اشرب وامشي شوف لك شغل ان شاء الله. في السبادة يا ابوي امشي وين يعني؟ امرك امشي السوق امشي المينا اتحرك يا ولدي كل حركة فيها بركة. ايوه النوم يجيب اللوم يا طاهر يا أتمت الإبرة معك يا أخي. يا أخي الإيد ما تشوف والإيد ما سابت. يا أخي أنت الشغلة دي والله بقت ما تنفع معك. شوف لك شغل تاني يا أخي. ها عبد الله نمشي وين؟ الجامعة نشهد يعني؟ قال لك أمشي أشهد منو؟ دي ولد إسماعيل اللي قاعد جنبك هنا يساعدك ويتألم السنة. إسماعيل الشغلة بتاعنا ده بيعتبروا ما شغلها ذاته. أنت قول له أمك عبد الله قال لك النوم يجيب اللوم. أخير تتحرك ولا تقوى الساكت كل حركة فيها بركة. أيوة يا عبدالله. أيوة متين الشمس دي فتحت هسا؟ خلينا نمشي ساكت نادي للكيف للإندو والما إندو نكرم وديث. يلا عبدالله وصل النوم يجيب النوم أو نسامك عادينا. يلا جمل ادم مرب امبارح ليه ما جيت؟ خليتنا نلفت ظروف 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 اهم من موضوعنا ظروف اهم من اهلك
آدمي، ما دارين الناس تقول علينا من لام. انت من قبل يا اخي راسنا يطقطق. سلامة راسك يا الفندل. تفضل. عبد القادر قال لي لما تلقى مع عبد الله اسعر عن سر القهوه. عبد القادر كتر خيره، عايزنا نعلم المتألمين. اي زول بيعرف سر صناعته يا عم عبد الله؟ غلان البول يا فدل ده نقاوته، ولما يتكبى في الكوبايه ويصفى ده هداوته، ما بين هداوته وقلاوته ده الكيف يا اخويا. اواق من النوب يجيب اللوب. يا لطيف يا فراج يا كريم. وعبد الله عسل. الله سبت راسك. الكيف الكيف. اواق من النوب يجيب اللوب. طاهر يا وين سايقين؟ ده الخلا. وبعدين يا تو كلام خايف الخلا يسمعوا. أرى ليسا داير يا أوعى تكون داير تقدير بي أصلك غدار. حسن ما تخاف، الكلام الدار أقوله لك الجبل ما داير يسمع. خلاص قول هنا ولا أقول لك خليني أمشي. داير تجيب لي حاجات من برا. يا طاهر أنت حق المشوار بتاع العربية دي ما عندك، داير تجيب حاجات من برا. المحل قافي، تستلم القروش أول بعدين نتفاهم. القروش فيه؟ المحل قافي أي حاجة تخش، القماش يخش، الشراب كمان يخش. يا الحاجات دي برايا نقدر ندخلها. طاهر يا في أصناف جديدة ولا شو؟ أيوة سلاح. عليك الله يا عم عبد الله كمالات، الورثة معاك بتهون علينا ضغط الشغل كتير، وبعدين بعد شوية نحن تاني حنخرم لي جبل بيت. وقت تخرم أنا أكون مشيت ويتا، بعدين يا أخي قاعد أقعد أتونس بارد والله ما تنفهموا أي، النوم يجيب اللوم. يا عم عبد الله، كم مرة قلت لك يا أخي اشتغل معانا، نديك مرتب محترم بدل رزق الطلاقيط ده، منها أنت تستفيد ومنها تعدل لنا مزاجنا. التلاقيت مشاوير يا سيدام، وانت عايز تسجدني في حته واحده. بعدين يا اخي انا لما اظبط مزاجكم انتوا بس، ناس البلد دي تظبط مزاجهم منو يا اخي؟ حاسب يا اخي انه يجيب النوم يا حسن. مالك يا حسن؟ انت الكلام ده تعرفه؟ جور جور وهجر هجر. والتهريب ده شغلك؟ أنا شغلانتي تجارة، نجيب بودا ونبي. تجارة اعتبر السلاح ده بودا. إنتو ناس قاعد تجيبوا أها ناس دي بودا؟ تهريها ما تغلق. الناس دي نجيبون مواصلات كله بيتمن. ما فرقت وده برضو بيتمنوا. أقول لك حاجة اعتبروا بون لكن غالي. يا آدم انتك الونة ستهب الليلة ساكت ساي كده مالك. يا موسى طاير يونس الشرب فوقه كتير وكلامه كل يوم ماشي هار. الله يا آدم الطاهر ده مهل يوجعنا بقى يعرف يمسك وين. 200 مهل ما يوجعنا دي وجع طاهر، والله 200 طاهر يتلم علينا. خلي بالك طاهر ما لب إلا نفسه بس، ما يلمنا إلا هس، ما يلمنا إلا هس، وكلامه كل يوم ما شهر. يا موسى أنا هيت الداري ولا طاهر ده ما أعرف والله.
الله يا نسرة. لينا كيفنا الناس كلهم جايين لكيفك. يلا اقعد يا ام عبد الله. رجولها قمت يكون تمام اللف بتاع برسوتان. والله كلامك صح يا نسرة، لكن انت عارفه يا نسرة انا والله السوق ده ما في حته ما لفيت وديت فوق جبده ولا شاي، لكن لما اجي عندك انت هنا التعب ينزل مني كده زي ورقه شجره. يلا سوي جبن، سوي جبن يا بني في دل الدهاويه، جننتينا يا نسر عليك الله سوي جبن. يا سلام والله يا لما تقل الالبوم بتاعك ده يا نسر انا الريحه بتاعه لما تجيني انا استواك والله العظيم. والله كمان لما تدق الدقه بتاعي دق 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 ديجي، انا قلبي طوال اشتغل معاك ديجي 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 والله العظيم. ولما تعمل البخور بتاعك الاجيب ده انا ما في. هيا الطاير ورينا الاخبار الجديد شنو. مستني ادم عشان ما نقول الكلام مرتين. ده شنو ده؟ بس كان ادم ما جاء كلام ما في ولا ايه؟ بس كان ادم ما جاء كلام تاني عندي معه. من ذاك آدم وصل؟ يا قباب مرحبا مرحبا خلاص عن عطلة؟ أيوة خلاص يا نسرة، وقت النوم جه يقول للسهر ذاته ما عندنا. وقت ما تقفل انت أنا زول ذاته تونس معه ما عندي. ولدنا الطاهر ذاته اللي هو كم يوم ما جاء شغال في المينة ما أعرف الليل كله ما جاء، ما قاعد يجي مع الولد ده. إن شاء الله يكون السهر بتاعه بس في فايدة يا أخي. والله يا نسر الولد تأبني خلاص هاي أجمعه في الدنيا دي مهاف. أه السلام. الله يسلمك. ودارين نقول لهم انتم مديتوا الأنبوب بتاع البترول من أبعد حتة وما تمدوا جنبه الأنبوب بتاع المويه ولا تش قاتلني ولا تتعلم انت وانا الجهل قاتلني. والمينا من جوا البلد يشيل وودي لبرا وعلى داري وما يديني حقي. والمينا من برا البلد يجيب وعلى داري وبرضو ما يديني حقي، بس يوسخ ظهري ويوسخني بعدها ما في زول يطلع على داري. ايوه الأمور قرب يا استاذ. التلفون الجاني حسي أدانا كلام جديد يعني أنسى. ما فهم ولا تفكر تفهم تتعب روحك. ناجم؟ لا ألغي. طيب تاهر والجماعة لماهم دير خندق منه بكرة بينسى. ما لكن خندق منه بكرة بينسى. عمرك عارف سلاح يا طاهر؟ ايوه سلاح. وما لنا شهور بنتكلم عشان نوصل لوين؟ عشان نوصل صوتنا عشان نقول اللي بيوجعنا. وصوتك ما بينسمي لو ما كان قوي. لو مدد ايدك تشهد ما تلقى لي كفيه، لكن لو قلعته بتملى ايدك. عشان كده لازم يسمعوا صوت الرصاص. يا طايري العطش بيتعب لكن ما بيقتل. المرض ممكن يروح وممكن يقتل، لكن الكلاش يقتل والغنبلة تقتل اكتر. لينا بدل نشوف هل مشاكلنا نزيد زيادة. ياها انت خايف ولا ايه؟ يا انت عارفني كويس انا ما اخاف. انا الخوف يخاف مني وانا اذا كان اخاف أخاف على البلد دي. بعدين أنت سلاح ما عندك وأنا عارف دربك قصير. بكرة تستغرب يا آدم لما تعرف مين الطاهر. أحسن لك تبقى معي ومع الشباب عشان ما تندم. أنت خلي بالك جنونك بدأت تظهر وأنا ما فاضي لك.
وين يا ريس؟ يا هلال زمن الرأس زمن الدار كان قوي، زمان كان نجيلكم بس نكيفكم. أنا شايف ما في أي داعي للاستئجار يا تاهر. الموضوع ده ما سهل. بعدين هسا أنتوا مشيتوا كويس. أي استئجار خلي بالك ممكن يبوظ عليكم كل هذا. زمان كنت تستعجلني. وأنا ما نقدر نجيب الناس نونس ولا نذكر بحالة. الناس خلاص بقت تغلي. لو تأخرنا الجواهم من القبر. خلاص الناس جاهزة. لو نام الثاني ما نقدر نحصل. كلامك صح، كلامك صح، لكن في متغيرات، في موازنات وحسابات وحاجات كثيرة تغير من ما بدينا لغاية هسا. ده ما كلامك، كلامك يتغير يا محمود. ما قلنا لك في متغيرات وحاجات كثير حصل، ما تفهموا ليه؟ يا ما تنهرني، التاهر تنهر زمان، لكن هسه التاهر معه ناس كثير وقلوبهم تغلي زي الجمر، وانا ما نقدر نتفي. اسمع هنا يا محمود، لو ما بقيت معاي ونار الرجال دي ما لقيت حته تحرق، اعمل حسابك، اعمل حسابك انت اول واحد. هاي عادل، وبعدين ما اعرف يا موسى، مرات اقول سلاح ده القوي. خلي بالك كل ما اشوف وش الطاهر ده قلبي يعصرني شديد. زول ده لو ما متاكد وما له ايد وما يقف قدامي. المحيرني الطاهر السلاح وين يلقى؟ الاهم من كده منو من الشباب يقف مع الطاهر؟ الشباب واقفين مع روحهم، وكلام الطاهر بس خلاهم يحلم انه بكره القريب ده المشاكل بتاعهم كله يتهلم. عشان كده السلاح يشيله وما يرجعوا. وانت براك عارف الشباب بتاعنا ده عامل كيف. الطاهر؟ والله لو شفت طريقة مشيته وكلامه ما تقول اسمه بالاستكفاف ده. قلت لك ما تخليه يطلع من ايدك، ما تدي طريقه يطلع. ما يطلع؟ ما يطلع كيف؟ هو ده قصص الزعامه والمريسه، كيف ما يطلع؟ الغريبه نحن ماسكينه من عصبه، لو اتمسك منه اي بني ادم ما يقدر يتفك بالسهل. اهو هسه يتفك بالسهل. والعمل يا ريس. الأمل لا نفكوا مننا ولا نربطوا معنا. ودي كيف يا رئيس؟ أنا هقول لك كيف. نتعامل معاه خطوة خطوة. في البداية نديه تمويل محدود، ما في يد بتقدر تأشر علينا لعملية تمويل صغير. طيب افرض نجح بالتمويل المحدود ده، هنعمل ايه؟ ابقى زولنا وبنقدر نسيطر عليه، وبكسبنا نقاط نقدر نفوت بيه. طيب افرض فشل؟ ابقى لا شفناه ولا بنعرفه،
تعجبني يا ريس. وقفنا كثير يا عطاير. ما هتلعب بي زمن، انت قايل ما عندنا شغلانيه غيرك؟ اصبر يا حسن، بعد الشغل ده هتكسب زمنك وتلقى لك قروش كثير. ضيعت وقتي معك ساي يا عطاير، انا لو ما تمعي ما اصدقك. انت دار تجيب القروش من وين يا؟ اوقف يا حسن. بقيت تلعب يا طاهر، ده ما اتفقنا، اتفقنا تجي براك. هسا انا براي حسن، ده ما تشتغل بيه حسن، ده حياته كلها في الكلى وما يعرف انت مين. خلينا في المهم. ده 10% من اللي اتفقنا عليه. ده ما اللي اتفقنا عليه. ما انت ما عايز تصبر، اعمل لك ايه؟ ماشي. ما وردنا هتعمل ايه يا طاهر؟ بعدين تعرف، بالليل نشوف. والله كبرت يا طاهر، بقيت تهدد نتلاقى وين ومتين وكيف. انت مش قلت في حاجات تتغير؟ انا برضو كمان، عندي حاجات تتغير. طوالي نسمع كلامك. جا الوقت اللي انتوا تسمعوا فيه. طيب، نسمع كلامك يا سيد طاهر. أول حاجة، الكتوة الأولى وقفنا كثير. الكتوة الثانية نمشي وما بالطريقة اللي اتفقنا عليها، يعني ما ندرب في الكلى. صوت الضربة في الكلى بعيد ما ينسمي. وهتضرب وين يا طاهر؟ في المدينة. أنا أكرر، وما في هيتة واحدة، في كم هيتة وفي نفس الوقت. كلم ناسك على كده، ومن الليلة تلقونا في الجبل. جبل؟ يا تو جبل يا طاهر. جبل عربيتك ما تعرف تطلع، وزي ما انا ما كنت بعرف لكم درب، هنطلع جبل 100 سنة ما هتعرف تطلع. عشان كده استني، قريب هتعرف. أسألك أنا، النهزة اللي قاعد جنبك هنا يشرب الشاي وجبنة يتونس ونسات كثير كده، كلام كثير يتكلموا، اليومين دول قاعد يتكلموا في شنو؟ أم عبد الله، أنت عملت شركة ولا شنو؟ عايز تعرف ده دخل المينا؟ المينا أنا أعرف أخباره، داير أعرف الأولاد دي لما يجوا قاعد يشربوا معك الجبنة قاعد يقولوا في شنو؟ أم عبد الله، بيجوا يجوا هبة هبة، ولما يجوا ما يتكلموا كثير، ما طوالي. الله يهون يا نصرة، كذلك بجبن. المدينة يا محمود، نحن عايزين نعمل بيه شوية تهويش، حاجة نقدر نلمها، ورقة نرفع ونرميه، لهب صغيرا ولي ونطفيه. لكن دي هريقة، هريقة يا محمود، ولو ولعت ما هتنتفي. خصوصاً بعد المستجدات والاتفاقات الجديدة الهسل. انت عايز تقول لي؟ عايز تقول لي يا محمود؟ انت عايز تعمل زي مرة؟ خليك في مشكلتك. مشكلتي؟ مشكلتي أنا؟ طبعاً يا محمود، أوعى تفتكر أنا ممكن أوسخ يدي في الموضوع ده. طيب، نبلغ عنه. ده موضوع
هيجرنا كلنا وراه. نجهز واحد يخلصنا منه. تاني يا محمود عايز تصنع وحش ما تقدر تتحكم فيه؟ ما لك عايز تكفل علينا. أنا دارك تشوف الموضوع بكل جوانبه، واضح إنك بعد الأمر ده كله إنك لسه في سنة أولى سياسة. محمود شوف ليك مدخل تقدر تسيطر بيه على الطاهر وتخده تحت يدك. تصبح على خير. مدخل؟ طاهر القرون ده شنو يا طاهر؟ أنا أتكلم معك يا طاهر، داير تمشي؟ أيوة يا حاجي. القرون ده جبته من وين؟ أنت بقيت تسري؟ لا، بقيت أفهم، بقيت أفهم إنه الطاهر عنده حقوق، ولما يكون الطاهر زي الطاهر عنده قروش ما هو الحاجة تفكر فيها إنه الطاهر سربي. أنا إذنك طاهر. الطاهر ده مش يتأخر يا آدم؟ لازم لازم يعمل فيها أهميات. والله هو زمن عجيب البيقى ننتظر نهنا فيه الطاهر، وزمن أعجب الطاهر بيقى يعرف يا سوقنا. اهو ده طاهر وصل يا دبا. يا طاهرين خلي بالك انت جنيت عديل كده. يا ها انت داير الناس تموت في شنو؟ الضرب اللي ما بوجي حقنا ما بيجيب، ولا عاوزنا نبقى كلاد الخير على دهورنا وما قادرين ندوق؟ الكلاد معلوم يا طاهر. يا ولد القتالة ديل ربوا وألموا وزوجوا، بعدين ما تنسى يا ولد نحن آخر بلد، آخر ناس في البلد دي، الخير بتاع البلد يطلع من عندنا اللي برا، وأول ناس نستقبل الخير الخاشي البلد يا ولد. بعدين يا ولد القتالة ما إيه القندرارات وربات السكة هديد ولا واري يشنوا منه ما يشنوا بالتالة يا ولد. بعدين يا ولدي والله أنا أفتخر لما أي القطن أشهن قطن وسمك وسمسم على دهري عشان يمشي يجيب قروش للبلد دي نعمل مستشفى ومدرسة ونعفر بير يا ولدي. بعدين والله يا ولدي والله أنا أفرح لما أقتل دواء على دهري وأشهن لواحد مسكين أيام منتظره هناك يا ولدي. نحن وصلنا هنا وما نقدر نرجع، أنينا طالين الجبل، الخايف يقود والراجل يطلع معنا. يا إسماعيل يا ولدي أبوك دايرك تقول له نظارة نزر عشان يشوف بها يا ولدي. يا عم عبد الله يا أنا على الجبل ماشي عشان ابويا المكان حق الخياطه ما تكسر ظهره، وعشان عيونه تشوف الماء شافته من النعم. اقول ايه يا رئيس؟ والله عسى نسافر. الواد المجنون ده يخوفني والله، انا ما اعرف عايز يعمل ايه. في ياتو حته ياتو مكان ياتو زمن انا ما اعرف. وهسا انا ذاتي على الباب ده لما يضرب والله انا اطلع فوق يشبع علي زي صوت الطلقه. حالته لسه الموضوع في راسك خيال، كيف لما يبقى جد؟ محمود شوف لك طريقه. المشكله يا ريس الواد ده ما عنده اي وجه ولا عنده يد منه نمسك ولا حتى ابوه. Thank you.
ده شنو يا حسن؟ باقي العربات ويني؟ قبضوها كلها على الطاير. وين الهمولة؟ رميناها في السكة عشان نعطلهم. أنا عارف إنه ما ممكن يخلوا سلاح في الخلا. ده اللي مرقنا منهم يا الطاير. أنا مديك القروش عشان تجيب لي بضاعة. أنا نقدر نشتريها. أنت ما شفت الموت عديل زي ما أنا شفته. أنا مالي ومال السلاح. يا موسى ادم يا اسماعيل يا هالوك يا الطاهر كان شفته. لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس كلها مشت منه وفضلوا معه ناس بسيطين. السلاح جاءه ذاته بسيط. الحمد لله الحمد لله ده خبر كويس. اصلا نحن عارفين الطريق ده ما حقا. المشكله وين انتم ما عارفين؟ الطاهر قال طالما السلاح بتاعه بسيط هو ما هيقدر يضرب في هتات كتير. هيضرب في هته واحده فيها ناس كتير وضربه تكون كبيره. يا هربان هبو يا هربان هبو هتة فوق ناس كتار يا ربي يقصد وين ده. انت يا عم يعقوب عبد الله ده يا مارف ويني مرور سلام ما سلم عليك. ما بعرف الفضيل لكن السنين الفاتت دي ما حصل عدى فينا ساكن. خلاص بعد نهاية اليوم نقفل ونمشي نشوف الحاصل على وشو. ابدا سعادتك ما عندي اي فكره عن الموضوع ده وما اعرف كمان اللي ممكن اعمل كده منه. سعادتك الو فتحت علينا ابواب جهنم من كل الجهات بسبب السلاح اللي انقبض ده. والمشكله انه الواد النكره ده ما في زول خدتي في باله عشان يتوقع انه اتقبض. محمود انت لازم تتصرف وبسرعه. الو طاهر اسمعني يا طاهر اسمعني بس اسمعني. طالما بقيت راجل كبير وحريف ولعاب ومهم انا برضو عندي كلام مهم. عندي معاك مواعيد مهم عشان كده لازم تكون سريع وتحصلني في بيت ابوك يا شاطر. خلص لك يا ريت. أكثر حتة فيه ناس قال يقصد المينا دار يقتل الكلان ولا يقصد دار الرياضة دار يقتل المشجعين بتاع السكرتة ولا دار يهرق مخزن فيه دول ناس أياني محتاجين مستننه
ولا دار يهرق فندق فوق وناس ماشيين الأمرة يغسلوا ذنوبه. يا تزنب طار ترتكب يا طار يا ولدي، ويا تزنب أنا عملتها عشان أجيبك في الدنيا دي. دوروني أدخل أنت ارتاح، أنا هنا نفتش ونجيبه. حزين، أنا حاسس إن المدينة دي مايا. رح نقوم بالوجه. تمام، ابوي ما هو رجال زيكم، ما اخاف عليهم. عقل يا طاهر عقل، ده العقل ذاته يا موسى. ما شايف ابوي تعبان كيف؟ شغل المينا كسر ظهره، شغل الجبنه كسر عينه. طاهر انا بلي من وين قال لي ابوك عينه مكسور؟ ابوك مقامه عالي، محل ما يمشي محترم يا ولدي. عشان تضحكهم وتسليهم ما شايفين غير حاجه صغيره، لكن انا هخليهم يشوفوا كويس. اي هيته يتكل يا ابوك عايز تهدمها يا تاي، عشان ابوك ما يلقى هيته يتكل عليها. واي راجل ابوك خواه ويعتمد له دار تقتله، عشان لما يموت ابوك ما يلقى زول يدفن يا تاي. لكن هم ما يشوفوك زي ما انت تشوفني يا ابوي. حقيقة يا درون، لا درون، درون حقيقة حقيقة. قلقنا عليك كثير والله يا عم عبد الله، صوتك لما يبقى ما في المدينه دي بتبقى صارمه. الله يديك العافيه. بختك والله، نحن ابوك ده بنقعد معاه دقائق بنطلع منه مبسوطين، وانت قاعد معاه اليوم كله. السلام عليكم يا جماعه. مرحبا عليكم. السلام. الله يبارك فيك. لكن فعلا انت يا عم عبد الله مزاج المدينه، وهسه المدينة رأسها مصدع شديد، عشان كده ما تغيب عنها كثير. يلا يا حاج. صباي يا كاهو، وصلني البيت قبل الشمس تغيب. سلام عليكم. سلام عليكم عبد الله. اها ام عبد الله، في القهوة نتلاقى ان شاء الله. ان شاء الله. المكان الوحيد الفوق زهمة في البلد دي بيت أبوك يا طاهر. طاهر ولدنا كتر الخير وجاي يشوف أبوه، خلى حاجات مهمة كتيرة وجا. أنا وديس شديد، وديس أبوي الما يمدي زي ويس. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يلا جبنا هو من النوم يجيب اللوم، يلا هو من النوم يجيب اللوم. جبنا روق دلياكم دلياكم، هو من النوم يجيب اللوم.
اعمل حساب ما تنوم يا النوم يجيب النوم اواقع جينا اسف اسف يا جمعنا يلا نرجع تروح تروح